يقول يأتي الكفر في القرآن الكريم أحيانا بمعنى الكفر الأكبر وأحيانا بمعنى الكفر الأصغر، فما الضابط للتفريق بينهما؟ الضابط أن الكفر الأكبر يخرج من الملة، كدعوة غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله ومسبة الدين أو مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقرآن، هذا كفر أكبر يخرج من الملة. أما الكفر الأصغر مثل قتل النفس بغير حق، قتل المؤمن بغير حق، هذا من الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، لكنه كبيرة عظيمة بعد الشرك بالله عز وجل. قتل النفوس بغير حق من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، وهو نوع من الكفر، مثل الحلف بغير الله، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا كفر أصغر. نعم، يسير الرياء، يسير الرياء، أما الكثير هذا رياء المنافقين، أما اليسير هذا يحصل من مؤمن عليه يتوب إلى الله، وأما الكثير هذا رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. نعم.